السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، السنة الثانية ابتدائي من مدرسة رياض المعرفة الخاصة. إنه الثلاثاء 7 أبريل 2020، درس جديد في الأسبوع الموالي، الدرس رقم 25، الصفحة 104. الدرس بسيط إن شاء الله، ركزوا معي. إذن بسم الله، الدرس رقم 25 وهو الجمع الطرح المرء والضرب. أرجوكم أن تأخذوا يعني معكم الكتب وتضعوها وأنا أشرح الدرس. إذا التعلمات السابقة كنا تعرفنا على الأعداد من 0 إلى 999، يعني غالبا هذه هي الدروس التعلمات السابقة. الآن لدينا يعني درس في الجمع والطرح وكذلك الضرب. فقط اعتمدت على جمع الطرح، ثم سوف في يعني مناسبة أخرى سوف يعني نتطرق للضرب. إذا أهداف التعلم: تعرف العملية الواجب إجراؤها في وضعية المسألة، يعني تكون هناك مسألة، مجموع، فرق أو جدا، يعني إما يكون مجموع أو فرق، يعني الطرح هذا من هذا فرق، ثم جدا يعني ضرب. إذا ثلاثة الكلمات مهمة: مجموع بمعنى مجموع عددين، يعني عدد زائد عدد، 8 زائد 3 مثلا 11، إذا هذا مجموع. فرق: 10 أطرح منها 5 تساوي 5، هذا فرق. الفرق 10 من 5 يعني هو الفرق هو 5. جداء هو 2 ضرب 3 مثلا، جداء يعني ضرب. ثم تقدير وحساب جداءات عددية ترتبط بين أو تربط بين الجمع والضرب. إذا الحصة الأولى، انتبهوا إلى هذا التمرين. التمرين سوف أشرحه، ثم سوف نذهب وسوف تملؤون الفراغات، يعني سوف تنجزون التمرين معي ولديكم فيديو. إذا التمرين رقم 1: عندها جار 5 دراهم في يدها اليمنى. إذا عندها في يدها اليمنى 5 دراهم، وفي يدها اليسرى 3 دراهم، وعند عمر لديه 6 دراهم. إذا لدينا شخصين، وهو الأول هاجر ثم عمر. هاجر لديها شيئين، بمعنى لديها يد يمنى ويد يسرى. اليد اليمنى فيها 5 دراهم واليد اليسرى 3. إذا سنجمع ما في يدها الاثنين. إذا عمر لديه فقط 6 دراهم، وهاجر لديها 5 دراهم و3. إذا لدينا هنا عملية مركبة ما بين هاجر لديها 5 مع 3 8، ثم لدينا عمر 6 8 و6 14. إذا سوف نرى ذلك في هذا إنجاز التمرين رقم 1 صفحة 104، سوف أشرحه ثم أنتم سوف تكتبون الحل. إذا فهمتم ماذا أقول؟ سوف نقوم بحساب ما عند هاجر وعمر. لدى هاجر، إذا عدد الدراهم في يد هاجر اليمنى واليسرى، لديها 5 في اليمنى و3 في اليسرى، إذا 5 سنجمعها مع 3، إذا هذا مجموع أول، ثم سنجمع مع المجموع مع العدد الثاني. إذا المجموع الأول هو لدينا 5 و3، إذا سنجمعها تعطينا 8. 8 دراهم عند هاجر، ثم سوف نذهب إلى عمر. عمر سوف يعطينا 6، إذا 6 و8، إذا هي الأخيرة. سوف نحسب ما عند هاجر وعمر معا. إذا لدينا 5 جمع 3 جمع 6، إذا 5 جمع 3 هي 8، 8 جمع 6 هي 14، 8 جمع 6 هي 14. لديهم الاثنان معا لديهم 14 درهم، مفهوم؟ 14 درهم. إذا هذا هو التمرين، وأنتم سوف يعني تملؤون الفراغات بهذه الطريقة. إذا انتبهوا. إذا هذا هو التمرين رقم 2، سوف أشرحه كذلك، و3 سأشرحه، ولكن أنتم سوف ماذا تفعلون؟ سوف تنجزون 3 في أنتم وحدكم. إذا 2 سأشرحه في هذا الفيديو. عند عمر 30 درهم، إذا عمر لديه 30 درهم. وانظروا إلى يعني التمرين. عمر هو بالبرتقالي. ما أعطته أمه 20 درهم. إذا أعطته أمه، هذه الكلمة أعطت، هل هي
يعني سوف نوظفها أنها زيادة، لدي زيادة، يعني أعطتني أمي، يعني سوف أزيد على ما عندي، وإما أنا سأطرح ما عندي أو أضرب. هنا سوف أزيد بالجمع، نعم سأجمع 30 مع 20 الذي أعطتني أمي. كم أصبح عند عمر من الدراهم؟ إذا لحل المسألة أعلم ما عند عمر. ما عند عمر ماذا؟ 30 درهم في الأول. ما أعطته أمه ماذا؟ 20 درهم. إذا بسيط، أجمع العددين، سوف أقول 30 و20 ستعطيني 50، هذا عملية مجموعات. أصبح عند عمر سيكون 50 درهما. فهمتم؟ هذا سوف أشرحه، هذا لقد شرحته الآن، وسوف أتمم كذلك في الفيديو شرحه كذلك. التمرين رقم 3 سأشرحه، ولكن لن أنا أنجزه، سوف تنجزونه أنتم. عند هاجر 9 قلادات، أعطت لأخيها 4، كم أصبح عند هاجر من القلادات؟ إذا انتبه، هاجر عندها 9 قلادات، قلادة هي سلسلة، سلسلة عندها، هي عندها 9 قلادات، واخ أعطت لأخيها، أعطت لأخيها، إذا 4، إذا هل إذا أعطت لأخيها هل سوف ينقص ما عندها أم سيزيد؟ في هذه الحالة سوف، نعم سوف ينقص. إذا لدينا هنا سنقول أعلم ما عند هاجر، عند هاجر 9، إذا سوف أخذ منها 4، لماذا 4؟ سأعطيها لأخيها، إذا 9 أطرح منها 4، لا نقول 9 ناقص 4، ولا نقول 9 طرح 4، 9 طرح 4، نقول 9 أطرح منها 4، إذا 9 أطرح منها 4، هذا يكون في التمرين، ستساوي العدد. إذا أصبح عند هاجر كم من القلادات؟ إذا كانت عندها 9 وعطات من خلال 4، إذا شحال يبقى عندها؟ واضح؟ إذا أنتم من تنجزون التمرين. إذا هذا التمرين الذي قمت بشرحه في رقم 2، لمعرفة مجموع ما يملكه عمر نقوم بعملية الجمع بكل بساطة. عند عمر 30 درهم، أعطته أمه 20 درهم، يعني هنا التمرين رقم 2 سوف تحلونه معي كذلك، والتمرين 3 سوف تنجزونه أنتم في المنزل. إذا لحل المسألة أعلم ما عند عمر، أعلم ما عند عمر، لأن عارفين شحال عنده، عنده 30 درهما، وأعلم ما أعطته أمه، كم أعطت؟ نعم 20 درهم، وبجمع العددين أو نجمع العددين، ف30 درهم لدي و20 درهم أعطته أمه، إذا المجموع 50 درهما، أليس كذلك؟ إذا أصبح عند عمر 50 درهما. سوف تنجزون التمرين رقم 2 أنتم كذلك، صفحة 114، تنجزونه في الكتاب المدرسي بعد قراءة جيدة. ثم التمرين رقم 3 لا ننسى، إذا ستنجزون التمرين رقم 1 وقد أنا أجبت عنه، والتمرين 2 ها هو إنجاز التمرين رقم 2 لقد شرحته، والتمرين 3 أنتم تنجزونها كذلك. إذا الصفحة 104 كلها تجيبون عنها، فهمتم؟ إذا شكرا لكم وإلى اللقاء.